Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He is Lamine Touré. No need to introduce him. He was the reciter that imitated Abdul Muhsin last time. Allahu Akbar. Bro, how are you doing? I'm good. And you? I'm doing good, alhamdulillah. So today, who are you going to imitate today? Mahir. Subhanallah. I hope it will be as nice as the Abdul Muhsin. Yeah, inshallah. Inshallah. Okay, but please, we will want you to imitate Abdul Muhsin again, because last time, boy, yes or no, Muhsin and Dilip Pachak. Okay, after Mahir. Alright, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. يا الله. سبحان الله. Can you tell me? Ya Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you enormously, bro, boy. Jazakallah khairan. But before giving you a gift, I would really appreciate it if you imitate again Abdul Muhsin, because last time, subhanallah, your Abdul Muhsin imitation was astonishing, billahi. It really touched my heart, and many people in the comment section, they love it. So we'll want you to do the doing. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلم من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا الله. جزاك الله خيرا. For you deserve two gifts. Subhanallah. Allahu Akbar. One for Mahir and one for Abdul Muhsin. Subhanallah. Ya Allah. Can you hear me?